مرحبا. يصنف العراق بالمركز الخامس ضمن قائمة البلدان الأكثر تضرراً من تغير المناخ والجفاف. تشير دراسات خبراء الأرصاد إلى أن عدد الأيام المصحوبة بالغبار تصل إلى 300 يوم بحلول عام 2050. وشهد العراق تزايد بعدد العواصف الترابية بالسنوات الأخيرة وتحديداً بعام 2022. واجهت البلاد أكثر من 8 عواصف ترابية كبرى بفترة قصيرة جداً، وهذا تسبب بمشكلات صحية وإغلاق المطارات والمدارس وإعلان حالة الطوارئ في عدة محافظات. أما في 2023 سجلت وزارة البيئة 122 عاصفة ترابية و283 يوم مغبر. ووفق خبراء الأمم المتحدة فإن ما لا يقل عن 25% من انبعاثات الغاز العالمي تنشأ من الأنشطة البشرية. وهذا شنو يتطلب؟ يتطلب رفع الوعي المجتمعي لمخاطر هذه العواصف بما فيها مشكلات تنفسية للسكان، وأيضاً التأثير السلبي على الزراعة والحياة البرية، وكذلك تؤدي إلى تآكل التربة وتقليل خصوبتها، وهذا بالتالي راح يؤثر على الإنتاج الزراعي.